بكم إلى موجز أخبار الآن. تصدر المرشحان إيمانويل ماكرون ومارين لوبان الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية، وذلك بعد حصولهما على أعلى النسب من الأصوات. وفي أول تصريح له بعد إعلان النتائج، قال ماكرون: إننا نطوي اليوم بوضوح صفحة من الحياة السياسية الفرنسية. أما لوبان فاعتبرت أن النتيجة تاريخية، وقالت إنها تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة. قتل 7 أشخاص من بينهم أطفال وجرح آخرون في قصف شنته المقاتلات الروسية استهدف الأطراف الغربية لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي. وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثث الضحايا العالقين تحت أنقاض مشفى المغارة بالقرب من بلدة عابدين، والتي خرجت تماما عن الخدمة. كشف ضابط في الجيش العراقي بمحافظة الأنبار عن اعتقال القوات الخاصة الأمريكية ما يسمى والي الفرات في تنظيم داعش في قرية الباغوز بريف البوكمال في سوريا. ويأتي ذلك بعد إعلان القوات الأمريكية عن مقتل عبد الرحمن الأوزبكي مساعد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية إنزال لها قرب مدينة الميادين. أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان لها عن مقتل العشرات من داعش بضربات جوية دقيقة نفذتها المقاتلات العراقية على مواقعهم في منطقتي الموصل القديمة وحي الرفاعي. وأضاف البيان أن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المضافات وحرق صهر جين محملين بالوقود. شنت ميليشيات الحوثي وصالح حملات خطف واسعة طالت عشرات المواطنين في مديرية جوبان شمال محافظة الضالع اليمنية بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن عشرات الأطقم والمدرعات ومسلحين تابعين للإنقلابيين داهموا منازل المواطنين وقاموا بخطف أكثر من 40 شخصاً. وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير لقاءه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالإيجابي والبناء، مشدداً على أن مصر والمملكة يمثلان جناحي الأمة العربية. وأوضح الجوبير أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأهمية إيجاد الحلول لها. الموجز. إلى اللقاء.